تونس الانقلاب وانقلاب تونس بعد ما كانت تونس الثورة والثورة اللي بدأت في تونس. قيس سعيد أول رئيس منتخب يقوم بانقلاب دستوري ناعم كما وصفه الخبراء خلال الأيام اللي فاتت، امتداد لما يسمى بالانقلابات المنتظمة. وقلت لحضراتكم قبل كده إن خبراء بيقولوا إن من عام 1900 لحد النهاردة 94 انقلاب منتظم، وآخرهم كان انقلاب قيس سعيد على الشرعية والديمقراطية والمجالس المنتخبة والدستور في تونس خلال الأيام اللي فاتت. العالم كله بما فيهم الشعب التونسي والسياسيين التوانسة والعرب، تقدر تقول كبير وصغير في العالم، لما قالوا يا انقلاب في تونس قال أشم رائحة الإمارات، أشعر بأموال الإمارات. ويمكن ده اللي قاله قبل سنة تقريبا الدكتور المنصف المرزوقي لما قال أموال حرام بتضخ في البلاد من أجل التأثير على الناخب والانتخابات. ده اللي قاله دكتور المنصف المرزوقي في بداية حملته الانتخابية قبل عام تقريبا. الأموال الحرام في تونس نشأت وترعرعت وظهرت، ويبدو أنها بدأت تسيطر على مقاليد الحكم وبعض الشخصيات في البرلمان والحكومة. ميدل إيست آي قبل شهرين توقعت بانقلاب على الشرعية. ميدل إيست آي أيضا قبل 3 أيام نقلت عن بعض المصادر، قالت أن بعض الأمنيين أو بعض الضباط كانوا موجودين في قصر قرطاج إبان أو في وقت الانقلاب العسكري أو في وقت الانقلاب الدستوري اللي عمله قيس سعيد. أنا يعني مش هصدق الكلام ده ولا هكذبه، مجرد تقارير، لكن التقرير الأول ثبت إن هو كان صحيح. بعض الشخصيات العربية أكدت، ومنهم مثلا أبوق محمد بن زايد اللي هو ضاحي خلفان واللي قال انتظروا انقلاب أو أخبار تأتي من تونس، وكان يبشر بهذا الانقلاب، ومش عارف بعض الشخصيات. المهم العالم كله كبير وصغير متفق على أن هناك أيدي للإمارات في ذلك. اليوم بقى السيد قيس سعيد الرئيس التونسي بيقطع الشك في اليقين، باليقين زي ما بيقولوا. إزاي بقى؟ طلع والأول مرة بيعترف قيس سعيد بأن هناك دول وصفها بأنها شقيقة تدعمنا أمنيا وماليا. ولما تسمع كلمة أمنيا وماليا، لو جبت واحد معدي في الشارع وقلت له تعالى يا ابني دولة بتدعم ماليا، هيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة الإمارات. تجيب واحد تاني معدي كده، يا عم سمير ركز معايا، تقول له دولة بتدعم ماديا يقول لك مالية أمنيا، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة مصر على طول كده، وانت مغمض مش محتاجة في يقول. يقول لك قصص عايد النهاردة أننا أعترف أو اعترف الرئيس التونسي قيس سعيد بتلقي دعم أمني واقتصادي من دول وصفها بالشقيقة، وقال أنه سيأتي وقت الوقت المناسب ليكشف عنها وعن أدوارها. ولدى استقباله محافظ البنك المركزي وخلال خطبة كالعادة يعني طويلة، قال الحمد لله أن لدينا أشقاء صادقين يقفون معنا في كل المجالات وخاصة في المجال الأمني والاقتصادي. ده الكلام اللي قاله قيس سعيد بالإضافة لبعض الشعارات اللي قالها وسمعتها قبل كده، لما قال نحن نخوض أو أنا أخوض حربا ولكن بدون رصاص ولا دماء. تحس كده أنه بيحاول يجيب الشماعة أو يستدعي الفزاعة، فزاعة الإرهاب اللي استدعاها أحدهم قبل انقلابه العسكري في العام 2013. طيب خلينا